السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم في درس اليوم. اليوم إن شاء الله سوف نتعرف على لامبارفي دي فيرب إتخ إي أفواغ. فسابقا تعرفنا على لي فيرب إتخ و أفواغ في لو بريزون، لو باسي كومبوزي إي لو فيتور. سوف أترك لكم روابط هذه الدروس في صندوق الوصف. وبالنسبة للناس اللي كيسألوني على صندوق الوصف أين يوجد، فإذا كنتو كتشاهدوا لا فيديو من تليفون فصندوق الوصف يوجد تحت الفيديو بالضبط. كاين واحد السهم اليمين، يعني اليمين تاع العنوان، كاين واحد السهم صغير غادي تضغطوا عليه غتمشيو مباشره لصندوق الوصف. وبالنسبه للناس اللي كيشاهدوا الفيديو من البيسي او من لابتوب فغتهبطوا تحت من لا فيديو غتلقاو صندوق الوصف. غنخلي لكم فيه روابط نتاع الدروس اللي متعلقين بلو فيرب اتر وافوار، كيف قلت ديجا في لو باسي كومبوزي لو بريزون اي لو فيتور. واليوم ان شاء الله غنشوفوا هاد لي فيرب في لامبارفي. فاي فيرب عندنا يا اما كيكون مصرف في لو بريزون ام كونجوغي في لو بريزون، سوا في لو فيتور سوا في لو باسي. دونك لو بريزون اللي هو الحاضر، لو فيتور المستقبل، لو باسي الماضي. حنا الدرس نتاع اليوم كيتعلق بلو باسي، يعني الدرس نتاع اليوم كاين في لو باسي. فبالنسبه لو باسي عندنا جوج نتاع الازمنه او دو طون. دو طون كاين لو باسي كومبوزي اللي تعرفنا عليه سابقا، وكاين لامبارفي اللي غنتعرفوا عليه اليوم ان شاء الله. كاينين دي زوتر طون او ازمنه اخرين، غير حنا تعرفنا ديجا على لو باسي كومبوزي ودابا غنتعرفوا على لامبارفي، وفي دروس مقبله غنتعرفوا على لي زوتر طون. دونك قلنا الدرس نتاع اليوم هو لامبارفي. فاولا نعرفوا شنو الفرق ما بين لامبارفي وما بين لو باسي كومبوزي. فاول حاجه كيخصنا نعرفوها هو ان لو باسي كومبوزي هو الماضي القريب ولامبارفي هو الماضي البعيد. اذا كنت كنتكلم على شي اكسيون وقعات غير البارحة فغنستعمل لو باسي كومبوزي. وإلا بنتكلم على شي اكسيون وقعات مثلا هذه سنة او سنتين فما فوق كنستعمل لامبارفي. حاجة اخرى بالنسبة لو باسي كومبوزي فكنستعملوه بور اكسبريمي اون اكسيون دو لو باسي اي تيرميني، يعني شي حدث اللي انتهى اللي وقع في الماضي وانتهى. مثلا نعطيكم اكزامبل، مثلا ايير جي مونجي اون بوم، يعني البارحة أكلت تفاحة، يعني صافي انتهت وراه وقع في لو باسي، يعني إيه البارح مي انتهت. فبالنسبة للامبارفي كنستعملوه أيضا في لا ديسكريبسيون أو في الوصف، يعني إلا بدنا نوصفو شي حاجة كنستعملو لامبارفي. مثلا غنقول لا مير إيتي كالم، يعني البحر كان هادئ. وأيضا كنستعملوه في ليزاكسيون لي طوال، كيف قلتني دابا لا مير إيتي كالم، يعني هاد لامير ايتي كالم واحد دو جوغ ولا تخوا جوغ والبحر هادئ. وايضا الا بدنا نوصفو شي حاجه اللي كانت في الماضي وباقيه الان في الحاضر فكنستعملو ايضا لامبارفي. مثلا غنقول كون اي ايتي بوتي اي ايتي جونتي، يعني شي حاجه اللي كانت في الماضي وباقيه الان في الحاضر. دونك هذا هو الاستعمال نتاع لامبارفي. فدابا نعطيو اكزامبل بالنسبه لامبارفي. كون جيتي بوتيت جافي اون بيسيكليت، يعني فاش كنت صغيره، يعني هذه واحد 20 سنه تقريبا. جافي اون بيسيكليت، كانت عندي دراجه. فاش كنت صغيره كانت عندي دراجه. داكوغ، يعني انا استعملت لامبارفي هنا لو فيرب اتر في لامبارفي، وهنا لو فيرب افوار في لامبارفي. دابا نمروا نتعرفوا على لامبارفي دو فيرب اتر. بالنسبة لو فيرب اتر في لامبارفي كيتصرف كالتالي: جيتي، جيتي، تو ايتي، تو ايتي، ايل ايتي، ال ايتي، ال ايتي، نوز ايتيون، نوز ايتيون، vous étiez, vous étiez, ils étaient, elles étaient. Donc, هذه هي la conjugaison تاع le verbe être l'imparfait. J'étais, la terminaison هي AIS, tu étais, AIS, il était, AIT, nous étions, فهنا نتقد زيد مع انها ما كيناش،
هذه كتسمى لا ليزون، دونك ربط نو مع اتيون، دونك كتعطينا نو زيتيون. نو زيتيون لا تيرميزون تاعها هي اي او ان اس، اي او ان اس. بالنسبه للامبارفيف في نو او فو كنزيدو اي، اي قبل من او ان اس وقبل من او زيت كنزيدو اي. دونك نو زيتيون، فو زيتي، ايل زيتي، ا اي او ان تي. فهنا بالنسبه للفيرب اتر لامبارفي عندي جيتي، جيتي يعني كنت، انا كنت، كنت في الماضي البعيد. تويتي كنت، انت كنت او كنتي، يعني كيقلت في الماضي. إيليتي، إيليتي كان او إيليتي كانت. نوزيتيون كنا، فوزيتي كنتم، إيلزيتي كانوا او إيلزيتي كنا. فدابا ان شاء الله غنشوفو لو فيرب افوار في لامبارفي، ومن بعد غنقومو بديزيكزيرسيس او تمارين. دونك لامبارفي دو فيرب افوار هو كالتالي: جافي، جافي، تيافي، تيافي، إيلافي، إيلافي، نوز افيون، نوز افيون، فوز افيي، vous aviez, ils avaient, elles avaient. Donc, ici, il y a la conjugaison de le verbe avoir l'imparfait. J'avais, tu avais, il avait, elle avait, nous avions, vous aviez, ils avaient, elles avaient. Donc, la terminaison est que telle, is, is, it, i o n s. يعني بحال لي فيرب اتر كنديرو اي في لامبارفي، لا كونجكزون لامبارفي كنديرو اي كيف قلت في نو او فو. نو زافيون، فو زافيي، ايل زافي، ال زافي. فبالنسبه لجافي كتعني كان لدي، كان لدي في الماضي البعيد. تو افي كان لديك او كان لديك. ايل افي كان لديه او ال افي كان لديها. Nous avions, كان لدينا. Vous aviez, كان لديكم. Il avait, كان لديهم. أو elle avait, كان لديهن. دونك نتمنى يكون واضح لكم. دابا إن شاء الله نمر نشوفوا ديز إكزرسيس. فدابا عندي إكزرسيس لو فيرب إتر أ لامبارفي، دونك لو فيرب إتر. فغتوقفوا لا فيديو وقوموا بالاكزرسيس، ومن بعد رجعوا معنا باش نصحوه. فنتمنى تكونوا صوبتوا الاكزرسيس. دابا غنصحوه ان شاء الله. دونك هنا عندي او اللي كتعني اين، او فو. دونك لو فيرب اتر الا بنا نكونجيغيوه مع فو فكنقولوا، فكنستعملوا ايتي، ايتي. دونك ويتي فو، ويتي فو كتعني اين كنتم. Où étiez-vous? Aina kuntum ou aina kunta? Où étiez-vous? Il, un grand sportif. Il, un grand sportif. Un grand sportif, yani riyadi kabir. Donc le verbe être l'imparfait, la bnansarfoma, il, qui atteina, était. Il était un grand sportif. Il était un grand sportif. كان رياضي كبير. دونك جي ترو فاتيغي، ترو فاتيغي يعني. ولو فيرب اتر لامبارفي مع جي كيعطينا جيتي ترو فاتيغي. لي بارون فيير دو لور انفون. لي بارون الوالدين فيير يعني فخورين بالابناء نتاعهم، فيير دو لور انفون. فهنا لي بارون كيعوضوا لو برونو بيرسونيل ايل، ايل نتاع البلوريال، ايل اللي فيها اس. دونك لي بارون étaient fiers de leur enfant. الوالدين كانوا فخورين بالأبناء نتاعهم. L'an dernier العام الماضي. فهنا إلا بنا نقول العام الماضي كنقول l'an dernier، وإلا بنا نقول السنة الماضية كنقول l'année dernière. Donc l'an dernier العام الماضي tu au lycée، يعني السنة الماضية كنت في الثانوية، الليسي الثانوية. إلا صرفنا لو فيرب إتر مع في لامبارفي مع تو كتعطينا تو إيتي. لون ديرنيي
tu étais au lycée. يعني السنة الماضية كنتي في الثانوية. نتمنى يكون عندكم ليكزيرسيس صحيح. دابا ان شاء الله غنمروا نشوفوا اكزيرسيس على لو فيرب افوار ا لامبارفي. فهاد الفراغات غتملؤوهم لي بلو فيرب افوار مكونجوغي في لامبارفي، ونطلب منكم باش توقفوا لا فيديو وتصوبوا ليكزيرسيس ورجعوا معنا باش نصحوا. فدابا ان شاء الله غنصحوا ليكزيرسيس. عندي tu raison. Tu, le verbe avoir في l'imparfait mais tu vois, tu avais raison. Tu avais raison. كان لديك الحق أو كنت محقا. Ma soeur, أختي, une poupée اللي هي دمية. يعني هنا بتنقول ما soeur كانت لديها دمية. Ma soeur كتعوض لي le pronom personnel elle. Donc ma soeur ou bien elle avait une poupée. كانت لديها دمية أو اون بوبي. لاني ديرنيير مي فوازان، يعني السنة الماضية، مي فوازان جيراني، اون غروند فواتور، سيارة كبيرة. دونك لاني ديرنيير جيراني بنقول كانت لديهم سيارة كبيرة. دونك مي فوازان كيعودوا ليا إيل، إيل برونون بيرسونيل إيل. دونك مي فوازان أفي اون غروند فواتور. لاني ديرنيير مي فوازان أفي une grande voiture. Avant, سابقاً, vous, de bonnes notes. Le verbe avoir, l'imparfait, mais vous, ou aviez. Vous aviez de bonnes notes. Avant, سابقاً, كانت لديكم نقاط حسنة أو نقاط جيدة. Nous, beaucoup de travail. كثير من العمل. الكثير من العمل. Donc, nous, le verbe avoir, l'imparfait mais nous, ouah, nous avions beaucoup de travail. كان لدينا أو كان عندنا الكثير من العمل. Donc, نتمنى يكون كل شيء واضح لكم. فاليوم تعرفنا على l'imparfait des verbes être ou avoir. فقلنا بالنسبة la conjugaison تاع le verbe être في l'imparfait هي j'étais, tu étais, il était, elle était, nous étions, vous étiez, ils étaient, elles étaient. Ou la conjugaison تاع le verbe avoir في l'imparfait هي j'avais, j'avais, tu avais, il avait, elle avait, nous avions, vous aviez, ils avaient, elles avaient. فاللي بغيتكم تلاحظوا هو انه les terminaisons تاع le verbe être ou le verbe avoir sont les mêmes. يعني بحال بحال is, is, ais, ais, A-I-T, A-I-T, I-O-N-S, I-O-N-S, I-E-Z, I-E-Z, A-I-E-N-T, A-I-E-N-T. Donc, je vais te dire que l'imparfait des verbes être ou avoir, le verbe être qui est E-T, E accent T, qui est de là de la terminaison, ou le verbe avoir qui est A-V, qui est avoir, A-V, ou qui est de A-I-S, A-I-S, A-I-T, I-O-N-S, I-E-Z, A-I-E-N-T, ou le verbe être taoué, qui est de E accent T, qui est de là, A-I-S, A-I-S, A-I-T, I-O-N-S, I-E-Z, A-I-E-N-T. Donc, les terminaisons sont les mêmes بحال بحال. نتمنى الدرس نتاع اليوم يكون واضح لكم وتكونوا استفدتوا منه. ما تنساوش الى بالكم هذا الدرس مهم فشاركوه مع اصدقائكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي كي تعم الفائده. وكيف قلت لكم سابقا ما تنساوش تشوفوا لا كونجوغيزون تاع لو فيرب اتر او افوار في بريزون لو باسي كومبوزي او لو فيتور فتاهما ضروري تعرفوهم. فخليت لكم روابط هاد الدروس في صندوق الوصف. نتمنى كلشي يكون واضح لكم ونتلاقاو في حصه مقبله ان شاء الله.